السلام عليكم. محاضرة رقم 12 Dental Alloy. Dental Alloy تعريف الألوي أنه هو متل معدن يتكون من أقل شيء معدنين أو أكثر من معدن واحد، بمعنى أنه سبائك هي عبارة عن خليط من عدة معادن لتحسين خواصها الفيزيائية واللي حتى نستفاد من عدها بالDental Work. Requirement of Dental Alloy لازم ما يصير بها كوروجن وتارنش، يعني ما تتأكسد أو تزنجر بالأورال كافيتي، لأنه إحنا راح نستخدمها كتعويضات للأسنان، تكون بايو كومباتيبل وتكون لازم سترونج. واضحة الريكويرمنت مالت الألوي. هسه نجي الأبليكيشن، استخداماتها بطب الأسنان. عندنا أهم استخدام إلها بالفريمورك من ريموفابل بارشال دنشر هو الكروميوم كوبالت، من اسمها كروميوم كوبالت، تشوفون كروم كوبالت، فهي مكون من معدنين. The construction of metal core والكروم والبرج نستخدمها، أيضا نستخدمها بالتقويم بالأورثو and الأدوات حشوات الجذور اللي هو الإندودونتيك إنسترومنت وبالدنتال إمبلانت. The classification of metal، عندنا المعادن التصنيف مالتهم معادن نبيلة ومعادن غير نبيلة اللي هي نسميها البيز ميتال. النوبل اللي هي أول شيء الجولد والبلاتينوم والروديوم إلى آخره، والسيلفر أيضا يعتبر نوبل. لكن ملاحظة مهمة أنه السيلفر ما نقدر نستخدمه بالأورال كافيتي، ليش؟ لأنه تارنش يصير بيه ويطي مواد سامة، فلذلك ما راح نستخدمه بالأورال كافيتي، نستخدمه بنسبة قليلة جدا وين بالحشوة البلاتين اللي هي الحشوة الأمالغام. النون نوبل ماتيريال اللي هي نسميها البيز ميتال، الكروميوم والكوبالت والنيكل والايرون والكبر. هسه نجي للكلاسيفيكيشن اوف الالوي، على اي اساس احنا نصنفها؟ يا اما نصنفها حسب عدد المعادن الموجودة بيها، باينري معناها توم اليمنتس، تيرشري، كوارتري وهكذا، او حسب النوبلتي، فلاح نقول الهاي نوبل والنوبل والبيز ميتال. الهاي نوبل بمعنى انه 40% من هذه السبيكه هو جولد، و60% ان 60% نوبل اور مور. النوبل الوي لا، بها 25 زين بالمية تقريبا، هي النوبل الوي تقريبا 25% مالتها النوبل الوي. البيز ميتال لا، تحتوي على 25% نوبل الوي النوبل اليمنتس. الاكوردنج تو ذا ميجر اليمنتس، حسب المعدن الاساسي، اما نقول جولد الوي بمعنى انه الجولد هو المكون الرئيسي بالاضافه الى عده معادن، السيلفر والبلاديوم الى اخره. according to the three major elements، حسب انه اول ثلاث معادن تكون نسبتهم عاليه، نقول الجولد بلاديوم سيلفر، نقول البلاديوم سيلفر تين وهكذا، كروميوم كوبالت او كوبالت كروميوم والبيديوم وهكذا. بس نجي على اول الوي اللي هي الجولد الوي. بالبدايه استخدموا الجولد فويل فلينج اللي هو ذهب نقي بيور جولد، يجي على هيئه شيتات، ثيكنس مالتها 0.001، هيك ورقه جدا خفيفه، فيخلون فويل ويسوي لها ادابتيشن بالكافيتي، بعدين يجيبوها الى ان يملون الكافيتي. الادفانتج مالتها الكوروجن ريزيستنس، نهائيا ما راح تتاثر بالكوروجن. الميكانيكال بروبرتيز مالتها جدا عالية، والاستخدام مالتها ايضا سهل. الديس ادفانتجز اللي هي هاي كوست هاي اكسبنسيف، لونها ذهبي فيعتبروه نوت استيتيك. التكنيك تقريبا يحتاج لها شوية وقت حتى في سبيل انه نرتب الفويلز طبقة فوق طبقة وبعدين نسوي لها كارفينج ننحتها بشكل السن، فيقول لك هي تكنيك مالتها يحتاج لها وقت. هسه نجي للجولد الوي، شافوا انه الجولد غالية فسووا الجولد الوي، قللوا شوية نسبة الجولد وزيدوا بعض المعادن وعدلوا من الخواص. الكلاسيفيكيشن مالتها حسب السترينث والبرسنتج اوف الونجيشن حسب ما اخذناها اذا تذكرون بالمحاضرة الثانية. التايب 1 راح تكون سوفت، التايب 2 راح تكون ميديوم زين، السترينث مالتها ميديوم، تايب 3 هارد، التايب 4 الاكسترا هارد، واضحة وواضح وين استخدامها. الكومبوزيشن اوف جولد الوي
المكون الرئيسي قلنا هذا كلاسيفيكيشن حسب الميجر إليمنت، راح نقول جولد ألوي، فأول مكون رئيسي هو جولد، بعدين كبر، سيلفر، بلاديوم، زين وهكذا. الكبر ليش ضافوه للجولد ألوي؟ حتى يقلل لنا الميلتينج بوينت. السيلفر حتى يعطيها سترينث واللارج اماونت يزيدوها حتى تقلل التارنش ريزيستنس. زين البلاديوم وهذه الزنك، إضافة الزنك جدا مهمة، يستخدموه كسكافنجر، بمعنى أنه يتحد ويا الأكسجين فيمنع أنه الماتيريال يصير بها تارنش. البروبرتيز الكلر مالتها يلو. الميلتينج تمبرتشر، بالمناسبة طلاب أنتم كميلتينج تمبرتشر ما مطالبين بيها، يلد سترينث هذه فقط للاطلاع، لكن إذا أكو تعليل فأنتم مطالبين به. أهم نقطة مهمة بالجولد ألوي إنه هي بايو كومباتيبل، ونعرف إنه شنو بايو كومباتيبل. بدائل للجولد ألوي لأنه هي إكسبنسيف عندنا البلاديوم، زين these are cheaper، راح تكون أرخص من الجولد ألوي. الكلر مالتها وايت فتغلبنا على اللون الأصفر. البروبرتيز مالتها تقريبا مقاربة للنوع الثالث والرابع من الجولد ألوي. الدكتيليتي والكوروجين ريزيستنس تكون أقل، والدنسيتي مالتها أقل، بمعنى وزنها أخف. التيتانيوم أن تيتانيوم ألوي عندنا، والميتال سيراميك الميتال سيراميك ألوي. شنو تعريف الميتال سيراميك ألوي؟ هي ماتيريال كومباتيبل وذ بورسلين، بمعنى أنه إحنا راح نجيب معدن وراح نجيب خزف، فهذا المعدن كومباتيبل يكون يعني يتحد ويا البورسلين، ونقدر نستخدمه for fuse for alloy to give the natural tooth appearance، بمعنى انه هو يعني معدن راح نسوي الاسنان بمعدن لونه رصاصي، لكن هذا المعدن يتحد، يقدر انه نلزق فوقه وجه خزفي او نغلفه كله بخزف، فسموه الميتال سيراميك الوي. حتى شنو؟ حتى يعطينا شكل الاسنان، لانه الخزف اللي هو نفس لون الاسنان تقريبا نقدر نتحكم به. requirement of metal سيراميك ألوي، الميلتينج تمبرتشر، الريزيستنس تو ذا كريب، وهكذا واضحات النقاط. التايب اوف ميتال سيراميك ألوي عندنا الهاي نوبل، بمعنى انه بها جولد ألوي، النوبل البلاديوم والبيز ميتال. احنا اغلب استخدامنا حاليا بطب الاسنان نستخدم البيز ميتال. الريموفابل دنتشر ألويز الريكويرمنت مالتها بسايد اول ريكويرمنت اوف ميتال كاستنج ألوي أو partial denture، لازم عدها عدة requirement. اللايت ويت وزنها خفيف، ليش؟ لأنه إحنا لازم نصمم إنه large structure، الضخم ترى حجمه مقارنة بالcrown كلش كبير، فيحتاج إنه تكون light weight. الستيفنس مالتها لازم تكون عالية حتى لا ينكسر. الفاتيك ريزيستنس، الفلاسكا، الكلاسبات، السيامة اللي تشل بالأسنان لازم تكون الفاتيك ريزيستنس مالتها عالي حتى لا تتكسر، وهكذا ما يصير بها تارنش اذا خليناها بمنظفات كلينرز او فرجوها بمعجون الاسنان. ولازم سعرها شويه اقل، لو كوست. انواع مالتها الكروم كوبالت، النيكل كروم، وباقي الانواع. الكوبالت كروميوم الوي يسموها الساتلايت، ليش؟ لانه شايني ستار ابييرنس، لونها بياض ويلمع، فهذا تعليل يجيكم احتمال. السترينث مالتها جدا عالي، الكوروجن ريزيستنس مالتها كلش حلوه، بالاضافه الى انه هارد ماتيريال. الابلكيشن مالتها راح نستخدمها بدنشر بيز والريموفابل بارشال دنشر، واضحات النقاط. الكومبوزيشن للاطلاع طلاب. البروبرتيز ايضا اذا كارقام، وهذا للاطلاع بس، مجرد انه اذا بيها تعليل انتم مطالبين به. بس عندنا هنا نقطة الدارنش والكوروجن ريزيستنس باسيفلي افكت، بمعنى الطبقة الخارجية من الكروميوم اوكسايد اللي لح تصير على هذه الماتيريال لح تمنع تأكسدها بعدين، فما لح تتلف، فهذه لح تفيدنا. كذلك الكلينرز اللي هو الهايبوكلورايت الكلور، زين كمنظفات للبارشال دنشر لازم ما نستخدمها، لانه راح يسوي لنا كوروجن، راح يسوي تاكل بالالوي. بالاضافه انه لازم تسالون البيشنت اذا كان عنده اسيد ريفلكس، بمعنى انه حموضه، فما راح نستخدم له الكروميوم كوبالت.
الادفانتجز مالتها واضحة، ديس ادفانتجز ايضا. عندنا التيتانيوم والتيتانيوم الوي، اهم استخدامات التيتانيوم اللي هو نستخدمه بالزرعات اللي هو الامبلانت. الابليكيشن نستخدمها بالسيراميك ريستوريشن، الدنتال امبلانت، بارشال دنتشر وهكذا. البروبرتيز ايضا طلاب للاطلاع، لكن اهم نقطة عندنا اللي هي البايو كومباتيبلتي، نون توكسيك، فلذلك نستخدمها بداخل العظم وداخل التشوب وبكل راحة، يعني ما نخاف انه البيشنت يسمم ولا نخاف انه يسوي لنا كارسينوجينيك افكت ولا اريتيشن. اذا كارقام انتم ما مطالبين بها، لكن اذا كشرح بايو كومباتيبل والتارنش ولا هذا انتم مطالبين به. النيكلوكروميوم هي نستخدمها للميتال سيراميك بالكراون والبريدج. الروت ماتيريال اللي هو الروت ستينلس ستيل ماتيريال. شنو نقصد باللوي بالروت اللوي؟ بمعنى انه هي اللوي نقدر نشكلها بالحراره، يعني بحراره الغرفه، اور باي هامرينج او بالطرق، اللي هي ستينلس ستيل اللوي وايرون بيها وكربون. اكثر استخداماتها بالاندودونتيك انسترومنت، الوايرات مالت التقويم اللي هو السيامه اللي احنا نسميها، او السيامه مالت البارشال دنتشر، هاي كلها روت ستينلس ستيل الوي. بمعنى انه احنا بدرجه حراره الغرفه نقدر انه نغير شكلها، نقوسها، نسويها بشكل زجزاج ان شاء الله على سنه الاخرى تاخذوها بالتقويم وهكذا. الدنتال سيراميك ماتيريال، الدنتال سيراميك الماتيريال هي نون ميتال، بمعنى انه هي مو معدن، هي انورجانيك ستراكشر، هذا تعريفها، تحتوي على الومنيوم وكالسيوم وليثيوم. مرات يضيفوا لها جلاس وبورسلين، والجلاس سيراميك والهاي كريستالين سيراميك. استخدامها لانه مقاربه للتوث، تشبه شكل السن، فلذلك استغنينا عن الميتال وصارت بمكان الميتال ماتيريال الميتال الويز. البروبرتيز مالتها جدا حلوه، اللي هي الكوروجن ريزيستنس مالتها عاليه، نون رياكتيف وذ ليكويد، ما راح تتفاعل ويا الحوامض، اللون مالتها ثابت، الفلكشر سترينث كلها واضحه، ثيرمال كوندكتيفيتي مالتها، وتعتبر ايزوليتر، وما نخاف انه يصير عندنا جالفانيك شوك الى اخره. الابلكيشن مالتها نستخدمها انلي اونلي، والحشوات والكراون والبريدج والفينير. زين، فكل استخداماتنا حاليا هي سيراميك ماتيريالز. السيراميك المكون مالت السيراميك كومبوزد اوف كومباوند اوف اوكسجين وذ لايت ميتال اند سيمي اليمنتس، اللي هي نون ميتاليك اليمنتس. المكونات مالتها الفلس بار والسيليكا والبيجمنتس، الالوان حتى يلونوها، الجلاس يضيفوا لها زجاج حتى يصير بها فيوجن، بمعنى انه تقوم تغلي، والفلاكسز حتى تقلل لنا الستيرنينج تمبريتشر، انه لا تتكسر من بدرجة الحرارة العالية. هذه بالنسبة للمحاضرة، ان شاء الله يا رب اكون وصلتها بشكل مختصر حتى بسرعة يصير الهلودينج، واي سؤال احنا حاضرين ان شاء الله على الاسبوع القادم.